رغم هدنة هشة بين الطرفين بوساطة مصرية، تواصل إطلاق الصواريخ من القطاع على البلدات الإسرائيلية المجاورة. القذائف استهدفت بلدة نيتوفوت وأحدثت أضراراً مادية لكن بدون خسائر بشرية. إسرائيل كعادتها توعدت مجدداً مطلق الصواريخ برد قاس، رغم يقينها بأن نظامها الدفاعي الملقب بالقبة الحديدية فشل في اعتراض الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة. إذا أجبرنا على العودة إلى غزة من أجل ضرب حماس واستعادة الهدوء، فلن نتردد في القيام بذلك. تهديدات المسؤولين الإسرائيليين تتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في يناير المقبل، إذ يتسابق المرشحون الآن في إظهار الجدية والحزم لكسب ود الناخب الإسرائيلي الذي بدأ يميل منذ عدة سنوات نحو اليمين واليمين المتطرف. مصادر فلسطينية أكدت تدخل مصر القوي للتوصل إلى تهدئة، وقالت إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكدت استعدادهما للحفاظ عليها شريطة التزام إسرائيل بها. ومن الواضح أن كلا الحركتين تجنبت التصعيد في محاولة على ما يبدو لإعادة تنظيم صفوفها، لكن يبدو أن خرق هذه الهدنة جاء من قبل فصائل صغيرة خارج نطاق سيطرة حكومة غزة. وفي خلفية الموقف الإسرائيلي تبدو التباينات جلية في صفوف الطبقة السياسية الإسرائيلية، فحزب العمل بقيادة أهود باراك يفضل إبرام اتفاق للتهدئة مع حماس، في حين أن الليكود وزعيمه نتنياهو لا يزال متردداً إزاء استخدام ورقة غزة كورقة انتخابية.